السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح تتناول حل مشكلة ضياع الطبقات اللي يصير بخرائط أو باللاير الخاصة بالجي اي اس. مرات أنا عندي فولدر معين موجود على الديسكتوب، بعد فترة مثلا حاولت أنقل هذا الفولدر إلى أي ملف أو إلى أي مكان تخزين آخر، مو شرط على الديسكتوب، إنه المهم أنقل الفولدر الخاص بعملي من مكان إلى آخر. مثلا نقول نقلته بالسي او بالدي، فمن انقله راح تظهر لي هاي المشكله بالطبقات، ممكن مو كلهن لكن في طبقه من الطبقات. ده نلاحظ يعني هاي شو تمثل انها هسه هاي الطبقه اللي بيها اسم راستر سويل، قدامهم اللون الاحمر، هذا شنو يعني؟ يعني هاي طبقه ضايعه. فشنو اسوي على هاي الطبقه حتى انه اروح عليها، حتى الغي هذا الضياع اللي يصير بها؟ اروح عليها منها اختار الطبقة واحدد لها مكان تواجدها وين. هاي من هنا راح اقدر اني احدد. فهسه شلون اقدر احل هاي المشكلة مال ضياع الطبقات اللي يصير بالارك ماب او ارك جي اي اس؟ اروح على الطبقة اللي قدامها باللون الاحمر، يعني هي اللي يصير بها ضياع، اضغط كليك ايمن راح تطلع لي هاي الخيارات. انت المفروض شنو تسوي؟ تروح للمكان المخزونه بهذه الطبقه اللي انت استدعيتها للارك جي اي اس، وين تم خازنها؟ تروح بالضبط تلقاها. هسه انا خازنتها مثلا بهذا الفولدر، فمجرد ما اني اقول له هي هاي الطبقه موجوده اختارها. اذا هسه نرجع مره ثانيه للخيار راح نلاحظ انه اللون الاحمر اللي امام المربع الخاص بهاي الطبقه اختفى تماما، فهذا الشيء يدل إلى إنه الضياع اللي بصير بهذا الطبقة اختفى. هذا هسه لاحظ هنا هاي راستر سويل اختفى من عندها. بعد يا طبقة عندنا بها ضياع، هاي الطبقة اللي هي الدم عندنا أيضا بها ضياع. مجرد ما أني أضغط وأروح على المكان اللي أنا مخزنة بهاي الفولدر، وين مخزنت أني هذا الفولدر؟ أروح عليه مباشرة أختار اللي الطبقة اللي أنا استدعيتها من عنده، فأجيبها مباشرة من أخليها إليه تلقائيا راح ياخذها وتروح. هذا نلاحظ هنا اختفى هذا اللون اللي هو الخاص بالطبقة أو ضياع الطبقة. فحتى أنا أتجنب هذا الشيء بصورة عامة اللي يصير لي بالطبقات سواء أو بال يعني هو بالأصلا بالأرك المارك أرك ماب، فشنو أسوي؟ أول شيء اخزن اني ملفات تكون كلها بصورة عامة على شكل لاير حتى اقدر اتحكم بها مستقبلا. من انا اقدر اقلها سيف او سيف از راح تنخزن له وتنخزن كل الطبقات هنا. حتى اتجنب هذا الضياع يصير اروح على هذا الخيار اللي هو الماب دوكومنت بروبرتيز، اضغط عليه انطيه هذا الخيار اللي هو الباث نيم، اقول له ستور مباشرة انت الدور روح لي على مكان التخزين، حتى لو انه مثلا تغير النقل او النقل للفولدر. فمجرد ما انه انا افعل هذا الزر راح بعد ما يصير عندي تغيير او ضياع بالطبقات. تكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. دمتم بامان الله وحفظه.